إن شاء الله أنا من المسافرين وأخذت اللقاحات وأخذت التأمين الصحي وإن شاء الله نرجع سالمين. ما أيد السفر الآن حاليا، أنا عن نفسي ما حسافر لأنه إحنا في دولة ما شاء الله مطبقين الاحترازات، ومن ناحية المخاوف العالمية الآن ممكن تسافر بلد ممكن تتعب فيها، ممكن يحصل لك أي ظرف من ناحية كورونا فايروس، فممكن تضطر أنك تدور علاج أو حاجة وما تلقى. أكيد من مؤيدين السفر، أكيد راح نلتزم بالاحترازات، احنا ملتزمين فيها الآن هنا في السعودية وبرا السعودية، الحمد لله الآن ما قصرت الدولة معانا، أخذنا اللقاحات والجواز الصحي يعتبر الآن كامل، وتأمين إن شاء الله الطبي إن شاء الله مقدور عليه، وأكيد هنا سواء في السعودية أو برا السعودية صحة أولا. مستحيل أني أنا أجازف وأخرج من مستوى صحي عالي إلى مستوى صحي وعناية واهتمام صحي منخفض. لا طبعا حاليا ما راح اسافر بالفتره بسبب الاوضاع اللي نمر فيها، لو افكر بعد شهر شهرين لين ما يستقر الوضع اقدر اسافر تكون امور جدا مستقره. باذن الله راح اسافر، متحمسه كثير حق هذه اللحظه، دامني اخذت اللقاح وتحصلت الحمد لله ودولتي سمحت لي بهذا الشيء فاموري ان شاء الله بتكون تمام اذا التزمت بالتباعد. عن نفسي لن اسافر حيث كل شيء جميل متوفر في مملكتي الحبيبه السعوديه ولله الحمد، الأمن والأمان والسياحة الطيبة واللقاحات.